السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول لبس المحجبات في بيئة العمل. نظرا لأن كتير من البنات بيتحدثوا بخصوص أنا محجبة ونزلت العمل، إيه هو الحجاب البروفيشنال اللي مقبول كفورمال في بيئة العمل. في البداية هتلاحظ بأن كتير جدا من المحجبات أصبحنا في الوقت الحالي بينزلوا في العمل ولديهم اهتمام بدخول العديد من الشركات التي أصبح عليها الطلب موجود. ولذلك واحدة من ضمن أهم هذه النقاط أنك تعرفي بأنه الحجاب ليس عائق على عملك، ولكن يجب أن يكون هذا الحجاب معمول بطريقة شيك وفي نفس الوقت محترمة. واحدة من ضمن أهم النقاط التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار أنك تعرفي بأنه مجموعة من الحجابات أو لفات الطرحات ليست محبزة في بيئة العمل، خاصة في المجالات زي البنوك والمؤسسات الاقتصادية. ولذلك هتجدي أن لفات زي الاسبانيش، اللفات الخاصة بالطريقة الاسبانيش، كذلك اللفات اللي فيها أكثر من طرحة فوق بعض، هتجد بأن هذه اللفات غير مستحبة في بيئة العمل. لكن المثال الآخر المقبول داخل البنوك والمؤسسات الاقتصادية كفورمال هو هذا المثال الواضح قدام حضرتك، واللي هتلاحظ فيه بأنه الحجاب موجود بهذه الصور، هو يغطي المنطقة وكذلك هو بسيط وسهل. كذلك هتجد بأنه يجب أن يكون لديه ألوان فاتحة، حاولي تتجنبي قدر الإمكان كان الألوان الدكنة، كذلك الألوان الغريبة والقصات الغريبة. يجب أنك تعرفي بأن هذا الأمر غير مستحب في بيئة الأعمال، ويجب أن يكون هذا الزي محدد بشكل جيد. من النقاط المهمة التي يجب أن يتم التركيز فيها أن لون البدل يجب أن يكون لإما أسود أو رمادي، أو كذلك النيفي بلو أو الأزرق الغامق، نظرا لأن هذه النوعية من البدل بتكون فورمال أو أكثر منها رسمية من الألوان زي البينك أو الأصفر. هذه الألوان غير مستحبة تماما، وأنا أعتقد أن مفيش حد فيكم دخل فرع من فروع البنك ولقى أن اللي قاعدة على الكاستمر سيرفيس أو خدمة العمر أو التيلر لابسة بدلة صفراء أو بدلة خضراء أو بدلة حمراء. هذه الألوان غير مستحبة في بيئة الفورمال، ولذلك حاول أن يكون الحجاب بسيط، وأنك تتجنبي قصات ونوع من أنواع الحجاب الغير رسمي زي أن يكون في سبانيش أو أن يكون في لفات غريبة أو ألوان غريبة، وكذلك تجنب الألوان السوداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات أو الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.